لماذا خلقنا؟ ومن ليش ما بيتحمض؟ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية. الله لهدف. الله 创造世人有伟大的目标. لم نخلق حتى نأكل أو نشرب أو نلعب أو ننام. الله 创造人类并不是只是让人类吃喝睡觉. خلقنا لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. الله 创造人类有崇高的目标就是崇拜独一的。 إذا اشتغل الإنسان بعبادة الله سعد في هذه الحياة. 一旦人类崇拜独一的，那么他在今世享受心灵的幸福。 كثير من الناس ينتحر. 许多人都背离了正道。 لماذا؟ 为什么？ لأنه لم يسخر هذا البدن فيما خلق له. لو سخر هذا البدن في العبادة ارتاح ولا ينتحر. 因为他们的身心没有走上端正的道路。 如果走上端正的伊斯兰道路，那么他们不会偏心。 لأن العبد خلق مفطور على خلاق على عبادة الله سبحانه وتعالى. 因为人被创造就是阿拉让人去崇拜独一的阿拉。 إذا اشتغل بعبادة الله سعد. 一旦人服从了阿拉，崇拜独一的阿拉，那么他会获得幸福。 وإذا ترك عبادة الله سبحانه وتعالى كان له الشقاء والانتحار ويموت أو يمرض. 一旦人偏离安拉指引的正道，那么他会遭受疾病，不管身心的疾病以及各样的痛苦。那么。